معانا على التليفون السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. ياريت تكلمنا عن أهمية هذه الزيارة على النحو السياسي الحقيقة في هذا التوقيت تحديدا، وإلى أي مدى بترسخ العلاقات الخارجية المصرية على أسس وطنية سيد سفير؟ أهمية الزيارة بتأتي من أهمية الدولة. فرنسا يعني لاعب رئيسي على الساحة الدولية، فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن. فرنسا دولة هامة هي ومصر في إقليم حوض البحر المتوسط. يعني حوض البحر المتوسط النهاردة بيشهد تطورات ويشهد تحركات كبيرة. ففي شرق الحوض هناك موضوع حقول غاز والتحركات التركية غير المسؤولة اللي بتهدد أمن واستقرار المنطقة. هناك حالة من عدم الاستقرار في لبنان، هناك حالة من عدم الاستقرار في ليبيا، هناك حالة من الالتهاب الشديد أيضا في سوريا. كل دي أمور بتجعل من الإقليم ودولتين أو قطبين من أقطاب هذا الإقليم اللقاء بينهم أمر مهم جدا. هناك أيضا استمرار تدفق اللاجئين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا. هناك قضية الإرهاب اللي يعني أصبحت النهاردة قضية محورية لدى جميع الدول المتحضرة. و سيادة سفير، سفير محمد الشاذلي حضرتك لسه معانا؟ طيب احنا فقدنا الاتصال مع السفير محمد الشاذلي، ولكن طبعا كان بيتكلم عن الاوضاع في المنطقه واهميه الزياره مع اهميه كمان دوله زي دوله فرنسا، وهي دوله مهمه بالتاكيد وليها موقعها طبعا المتميز جدا في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي الزياره في هذا التوقيت بالتاكيد زياره مهمه. فكره التنسيق في الرؤى وفي المواقف من قضايا المنطقه ما بين فرنسا وما بين دولة زي مصر، دولة ليها تقلها وليها وضعها وليها تاريخها وليها أيضا استقرارها الآن في المنطقة، فبالتالي مصر هي دولة مهمة. مرة تانية رجعنا لحضرتك سعادة سفير. طب أنا عايزك تكلمنا عن حصاد اليوم الثالث للزيارة النهاردة، يعني الرئيس التقى النهاردة رئيس الوزراء الفرنسي وبحثوا تعزيز التعاون الاقتصادي، ورئيس وزراء فرنسا أكد حرص حكومته على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. إيه اللي توقفت أمامه في اللقاء النهاردة يا فندم؟ يعني شوفي، فرنسا دولة مركبة ودستورها، وهي دولة يعني بتجمع ما بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. الرئيس الوزراء شريك أساسي في الحكم في فرنسا، وبالتالي فلقاء السيد الرئيس معاه مكمل للقاءاته مع الرئيس ماكرون. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، كان في تركيز على التعاون الاقتصادي، وده شيء مهم جدا لان مصر وفرنسا بتجمعهم علاقات قويه جدا في المجال الاقتصادي، في تجاره بينيه بحوالي 3 مليار يورو، في استثمارات فرنسيه في مصر بحوالي 5 مليار يورو، في 168 شركه فرنسيه عامله في مصر توفر عماله ل 40,000 شخص. فكل دي هناك ايضا تاريخ من التعاون في هذا المجال. كان عندنا مترو الانفاق يعني قامت به شركات فرنسيه، هناك يعني تعاون كبير في مجال النقل وفي مجال الصحه. كل دي يعني امور يجب ان ندعمها ونبني عليها. ايضا الاستاذ الرئيس التقى النهارده مع وزيرة الدفاع، وهناك يعني بالأمس صحيح فعلا بالأمس. هناك علاقات مميزة جدا على مستوى الأمني. احنا اشترينا من فرنسا حملات البسترال، اشترينا منها طائرات الرافال. والحقيقة الرئيس الفرنسي يعني أخذ موقف براجماتي وحكيم عندما تعرض لضغوط على استخدام
مخدرات السلاح، قال مصر دولة رئيسية في الحملة ضد الإرهاب، لا نستطيع أن نضع عليها قيود، ونحن ليس نسمع أوصياء أو مراقبين على تصرفاتنا. كل دي الحقيقة يعني أمور إيجابية وتجعل من هذه الزيارة زيارة ناجحة وزيارة مثمرة جدا. طب النهاردة كمان سيد سفير الرئيس وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في ميدان القوس، قوس النصر أو يعني الأرك دو تريومف في العاصمة باريس، قولي دلالة ده إيه من وجهة نظرك؟ يعني شوفي، أولا السيد الرئيس أولا رجل عسكري، ومصر دولة يعني خاضت الكثير من الحروب وسقط منها العديد من الشهداء، وبتقدر الشهداء الذين دافعوا عن أوطانهم، وبتقدر من دفع ضريبة الدم دفاعا عن بلده. فأعتقد أن دي رسالة يعني وفاء من محارب قديم إلى محاربين سقطوا في ميدان الشر. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير محمد الشاذلي، شكرا لحضرتك.